هنحاول نقدم الناس طبعا الحمد لله العدد يعني يرفع زرونا. كنا هنقول الاسباب بدون مقدمات يعني. هو شاعر قدير وكبير والفتره الاخيره وان شاء الله باذن الله مستمر بيعاون وزمايله واصحابه وكل محب الشعر ان يطبعوا دواوين، وكمان بيوفر دعايه شديد باسمه وباسم دار نشره وباسم الشعراء اللي بيطبع لهم دواوين. الشاعر رضا عيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لعافيه وصالون عافيه على الدعوه الكريمه، ورحم الله اخي الحبيب محمد المخزنجي. منتظر في ناس في ركبه. انا قصيده طويله وعندي مقاطع صغيره. اعمل زي عايز احمد النهارده بعد 27 مفتتح. استاذ رضا بعد اذنك بعد نص النيل بخطوه. دبلت عيدان الحب في قلوب البراح، لما النهار دلدق على عيون الولد حبة جراح، زاد النواح والصورة بتنز بألم والشوق مسافر من بعيد لبعيد، من غير ما يخطر مرة ويسلم تايه في أرض البور، ما قدرش يتألم أو حتى يروي بطنها شبرين. صوت الرياح خلانا فوق من غفلتي والمع عيون الكره من بين السنين. زاد الأنين والغيمة لسه مشعلقة فوق النفوس، يا من تدوس على المحاسن في الغرف، صوت اللآلئ للقلوب قد اعترف إن اللي باقي من ممرات الزمن حبة عفن. فبلاش تصارع جت ملفوفة في كفن، أو أن تجادل كل من يهوى الهزار، أو أن تحاول تقتفي أثر الحوار. دابت عيون الشمس في غدود النهار والكلمة جنبه تلسوعت غل ومرار، وحروفي قد صبها العطن، بس كنها من غير الوطن عايش وحيد، واللوحة عينها مسبلة وقت احتضار الحب من غير اعتذار. لما بعد النص والشاهد دي خطوة، شفت موج الغدر واقف عينه بتطق بشرار، واخد قرار الهجر من الغدر اللي صار، دوامة الفكر اللي تخطف من لقى أجمل ما فيه، والمد شارب من كعان الجزر ما قدرش يجريه. عصفور بينده على الولد لاجل يواسيه، وعينيه بتلمح مركبة من غير شراع. صوت الوداع بينادي على الحلم الأخير، لا تسكنن بغيمة قد بعثرت خلف المدى، أو أن تباغت فكرة راحت سدى. لم اللي باقي في هديك.